السلام عليكم اخوت، اليوم بتاريخ 10 مليحة 36 36 اليوم بتاريخ 10/8/2023 جينا للسبت السوق غير شوية. الدري صاحبي خذ الحولية ب 36000 اليوم بتاريخ 10 السبت 36000 هتهزو هاي هزينا في الطوموبيل بصحة مولاه الله يوكلها لي بالصحة إن شاء الله في هاد العيد. لأن ما ضيقش على الكاس سارحوا ونحميوها 64000 هذه الشيخ هاي با انا غادي نعقد حاليا ولا 64000 هذه الدراري يلا 52 شحال 26000 الوحده الدراري 52000 هذا عاطين فيه 56000 56000 64000 هذوك الجوجات راه 64000 بجوجات لا هذه هذه وهذه 64000 28000 الوحده 28000 الوحده 56 جوج السوق دي خو الشو اصحاب العجل فين رابطين وشو قوة الله مبارك عجل زين ب 356000 بومليار اليوم في سوق السبت الصطاد 356000 عطاهم 4000 رباح الجوج كيقول فيهم عمي 860000 بجوج 860000 بجوج اللهم بارك وزيد في ذلك خوت شكرا لكم تحياتي لكم من القلب تحيه للجاليه المغربيه في المكان اللي شاف الفيديو دير ابوني ودير جيم ومتابعه ومرحبا بكم ثم الاخوان هذي 300 ها 300 هادو فيتين 310 هذا هذا 310 اه وهذاك الاحمر الاحمر 305 305 وهذا 310 وهذاك البلجيكي حسب عليه هو 90 تا هو 90 راه مزيان الحمرة شويه بدا يطيح هي شحال داير الحمل اليوم داير 1300 بالحسن هذه البقره تبان 22000 هذه ولا فينا بلاصه كان اللهم بارك وزيد في ذلك 22000 الخوت 22000 120000 هذه الاخوان ها 120000 ريال عجل الناضية عجلة بلدية 120000 الاخوان اثنية هو في المربوطة كل شيء شي غير تشارج راه كامل يجي تشارج الشوك هذا الشوك شي غير تشارج مولدات ثلاثة المبنيات ثلاثة كل شيء يشرب ثلاثة الكبار انا ما باغي نجوز شحال الكبيده شحال هاي الدق 42 جمله هاد الكبيده عزلو تخير عزلو تخير ياك الكبيده بقايدي اليوم في سوق الصاد ها
مرحبا ديال خويا داود. ديما تجيب المليح العفري. كاين المليح انت صحتك. اش داير شنا الحليب ولا ثنيه؟ كامله. شنا الحليب؟ ها ايوا عندك هادشي. شحال هذيك السلعه حامي؟ 34 34 عشاقي الحوليه 34 هاد حامي ها الحوليه 34 بارك الله العياشي واش قلبت علينا واه معرم والله تسلم عليك الله يحفظك اودي العياش يقول لي سلم على ذاك الراجل العزيز علينا الله يحفظك اودي العياش الله يكبر بيك الحمد لله اليوم كاين المليح ها كاين الغلاف الحولي شحال اخويا 1000 لواحد 80 لواحد عاد 84 هذاك يطلب خويا الخو باعو خو هذاك شحال بعتو الاخر هذاك 84 تا هو باعو ب 84 هذاك خو راه خو باعو ب 84 39 ألف الخوت عطاو بي 1000 رباح هي 40 ألف 39 ألف هذا مليح هذا مليح ها مولاه ها هو ها مولاه شحال عطاو فيه؟ عطاو فيه 1000 رباح 39 ألف عاطينهم 48 ونص على الدراري ولاد بوزيري هاي 48 ونص اللي عاطينا ها لا يومية مش عيب ابو وشترا يومية مش عيب ابو وشترا الفيسبوك بدا بدا 20 ألف خوته 120 ألف كيتصوره اللهم بارك حل حل فم حل الله أربعين يلا 40 120 ألف 110 ألف هذا الخوت 110 110 ألف 38 ونص صح اسمع 38 ونص مولاه فينا وشو 38 ونص خاصة ب 66 ألف أخو عطاهم 8 ألف رباح شحال من واحد هما؟ 6 6 ألف ريال في الواحد ملاح ملاح خاصة مولاه كيقول خاصة ب 66 ألف وعاطينهم 8 ألف رباح مولاه ناضي ها؟ مولاه ناضي هو مولاه ناضي سير قدامها بان قدامها مالك حشمان ها مولا ها مولا ها مولا الصحراوي فين وما ينطح ها مولا خاصه ب 66 ألف الخو هذا راه البقي ديال الجامع ديالنا سير ما شريش تبيبي صلي صلي معروف الدري دروي حافظك شي ناس كيعرفونا 22 الخوت اللهم بارك وزيد في ذلك ها والمليح كاينه 66 كاينه 70 كاينه 78 كاينه 42 كاينه 46 كل حاجه وثمن ها 122 ها هي خرجت هذه ب 66 زين الله يسيد عدو المليح وهو راجل زين ها الحمد لله الله يحفظك كي داير السوق اليوم كي داير السوق؟ السوق شويه كاين ثمن والخروج شويه قليل. اه ثم الاخ راه اخ ديالنا قال لك اودي كاين ثمن والخروج قليل. السوق زاكي شويه. السوق زاكي. واش باقي الوقت الناس ما عندهمش اش يديروا ولا؟ الناس باقا ما زعماش وما فهمتش انا. السوق باقي ما. الاخ السلعة عاطين فيها 93 ألف. هاي. سلعة مليحة صردية ناضية. تترك ناض. الله يحفظك. شدي شدي. اه يا مقاد. مقاد براسة. عطاكم 93 ألف قلت. عطاونا 93 ألف. ما تبينيش أنا مزيان. بين المول. عولي مليح
انتم الخوت السوق راه باقي عامر دابا، باقي عامر ديال رحمه الباين، واخد سلعه مليحه 124 عاد الحاج عز الدين. ها 124 الف في السب ديال الصات. مرحبا الاخرى 124 الخو خذيك لي ديال التصاور واش قال واش كيطلبوا فيها 76 الف عاطينهم 76 الف كيطلبوا فيها 80 هاي السلعه موجوده والشارع قليل حول الخير هاد السلعه سعمها 55 الف الخوزة هادي سعمها 55 الف هادي زيده على الكبار شحال غادي نقص من هاد السعر وزيده على الكبار 55 الف الخوزة هادي علاش قلت ما غاديش نديرو انا وياك السلعه 37 الف جمله سبعة وثلاثين ألف جملة.